إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المسائل المهمة التي تتعلق بالصيام وبأحكام الصيام، أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإنسان ما يكون صيامه عادة من العادات، بس لأنه مما وعى في الدنيا لقى أبوه وأمه وحبوبته صائمين فصائم مع الصائمين، فما يكون عادة وإنما لازم يكون عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني يكون نتك من الصيام والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يكون بنية التعبد لله. عشان كده كان أصلا تعريف الصيام في الشرع، الاصطلاح الشرعي، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. فلازم تكون صائم بنية التعبد لله، يعني التقرب والتذلل وأخذ الثواب والأجر ودخول الجنة. ونتذكر كلنا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فيقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. ودي مسألة مهمة. المسألة الثانية والتنبيه الثاني المهم جدا في الصيام، إنه الإنسان يصلي عقيدته في ربنا سبحانه وتعالى. لأنه الإنسان إذا كان عنده عقيدة في شيخ أو في ولي أو في صالح إنه بينفع أو بيضر أو بيقلب البركة، بيمشي يتبرك به أو يتبرك به قبته أو قبره، أو كان لبس له حجاب تميمة، أو كان بيدعو غير الله وينده الميتين من دون الله سبحانه وتعالى إلى غيرها من أنواع الشركيات، ده صيامه باطل وما عنده صيام. لأنه اللي بيعمل واحد من الأعمال دي كلها ده مشرك. وربنا سبحانه وتعالى بيّن إنه المشرك عباداته كلها حابطة، كان صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لو حج 70 مرة. لكن كان مشرك بيدعو غير الله من الميتين أو الأولياء أو الصالحين، ده ما عنده حج ولا عنده صلاة ولا عنده أي عمل. قال الله تعالى في القرآن: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. التنبيه الثالث: لابد من حسن الخلق. وده كله قبل ما ندخل في الأحكام الفقهية في الصيام. التنبيه الثالث: لابد من حسن يا جماعة الخلق. لأنه دائما في رمضان لما نجي بالذات أول يوم وتاني يوم، كثير من الناس الواحد يقول لك: أزول زيح مني، أنا والله أخلاقي في نخرتي، ده كله بس عشان ما في أكل، ما في فول يعني، بس ده كله. فزول ما يزعل، بل أزول يسعد بهذه العبادة ويفرح بأن شرع الله سبحانه وتعالى هذه العبادة العظيمة لنا ليقربنا إليه ويرفع درجاتنا في الدنيا وفي الجنة. فالإنسان يكون فرحان، ما يكون صائم وهو كاره للصيام. ربنا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالزول اللي بيكره ما أنزل الله سبحانه وتعالى ربنا بيحبط له عمله. فإياك تكون صائم وإنت كاره، بالعكس تكون صائم وانت فرحان بالعبادة دي بالصيام. طيب، ندخل في بعض الأحكام اللي بيكثر عنها دائما السؤال والجدل.
الحكم الأول حكم المريض في الصيام. المريض العلماء قالوا المريض نوعين، المريض نوعين، مريض مرض يرجى برؤه، يعني يرجى زوال المرض وانتهاء المرض في الغالب، زي الملاريا وغيرها من الأمراض في الغالب بتجي وبتفوت يعني بتروح. فده إذا أفطر بسبب هذا المرض الذي يرجى زواله عليه بعد رمضان يقضي الأيام الأفطر يصوم صيام، بس ده الموضوع. النوع الثاني المريض مرض لا يرجى زواله في الغالب، زي السرطان وزي السكري وزي غيره من الأمراض، فده إذا ما قدر يصوم عليه يفطر في رمضان ويطعم مكان كل يوم مسكين، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في الأول المريض مرض يرجى زواله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال في الثاني وأمثاله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والعلماء تكلموا عن الآية دي، قالوا عن الشيخ والشيخ الرجل والمرأة الكبار جدا في السن يستطيعوا صومه، وقيل هي تشمل الحامل والمرضع، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره للقرآن عن بعض السلف أنها تشمل كل صاحب مشقة، كل صاحب شنو مشقة، فيدخل فيها المريض مرض لا يرجى برؤه ولا زواله غالبا كصاحب السرطان ونحوه، فده يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. لكن هنا في تنبيهات في الحتة دي تحديدا، ربنا قال ففدية طعام مسكين، فربنا حدد بطعام، طعام شكد العلماء قالوا هنا تحديدا ما بيجوز قروش يا جماعة. المريض مرض لا يرجى زواله وأفطر ودار يطعم كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين، ما بيجوز يطلع قروش، لأنه ربنا قال طعام مسكين. بل الشيخ ابن عثيمين قال إذا طلع قروش دي بتبقى له صدقة، لكن يلزم تاني يطلع طعام. والطعام نوعين، إما يطلع دقيق أو حبوب زي قمح زي عيش زي دخن، حبوب أو مدقق، ومقداره مد، مد يعني يملأ، والمد هو مليت اليدين الاثنين، مليت يدي الرجل المعتدل الخلقة، يعني يدينه الاثنين مع بعض يملاها مرة واحدة مع بعض ويده معتدل الخلقة، فده ده اسمه المد، فده عن كل يوم. هل يجوز يديهم لمسكين واحد ولا إلا يختار 30 مسكين أو 29 مسكين إذا كان رمضان 29 يوم؟ اختلفوا علماءنا في المسألة دي. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى برجح إن منكم كلها تديها لمسكين واحد حق رمضان كله، أو تديها لأسرة واحدة مسكينة برضه، وإذا دار بالوزن كيلو ونص عن اليوم الواحد إذا كان من القمح كيلو ونص، أو مد إذا كان من أي حب من الحبوب اللي بيأكلوها الناس، أو يكون طعام مصنوع قدر وجبة مأكول، يعني مصنوع قدر وجبة عن كل يوم، ممكن تجمع مساكين يأكلوا أو تفرقهم لحد ما يتموا لك. طيب الحكم الثاني حكم الشيخ الكبير والشيخ الكبير، يعني الرجل الكبير أو المرأة العجوز الكبيرة. ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال السلف أي الشيخ الكبير، الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام، فيفطر ويطعم مكان كل يوم شنو يا جماعة مسكين، زي ما أنس بن مالك لما كبر وما استطاع الصيام بقى يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين.
بنفس المقدار ذكرنا قبل، بنفس المقدار ذكرناه قبل. لكن ما أي رجل كبير أو امرأة كبيرة تفطر، إنما الما بيستطيع الصيام لكبره، لأنه في واحدين بيكبروا لكن بيكونوا قويين وبيستطيعوا الصيام، فده الواجب عليهم الصيام. أما من حصل وصل إلى حد الخرف، بقى مخرف يعني مجنون وبيتكلم برا راسه، ده أصلا ما عليه صيام، ما عليه صيام أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ. فالعلماء قالوا ده في حكم المجنون أو هو مجنون، فده ما عليه صيام ولا عليه صلاة ولا عليه شيء. أما الإنسان اللي بيجيه حالات، مرات بجن مرات بيكون نصيح، فده واجب عليه يصوم في الأيام اللي كان فيها نصيح من رمضان، وما واجب عليه الصيام ولا قضاء الصيام في الأيام اللي كان فيها مجنون، ولا بقضيها ذاته بعدين، لأنه لما كان مجنون كان مرفوع عنه القلم والتكليف أصلا، فده ما زي المريض الذي يرجى زواله بيقول له في عدة من أيام أخر، لا ده أصلا كان برا التكليف. طيب الحكم الثالث مسألة الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، ودي دائما في كل رمضان بيحصل فيها الجدل والكلام والإشكالات. الحامل والمرضع إذا ما قدروا يصوموا فعليهم يفطروا. بعض العلماء قالوا لكن يصوموا ويقضوا الأيام الأفطروا دي بعد رمضان، ده قول موجود للعلماء. القول الثاني إنه ما عليه إذا أفطروا ما عليهم قضاء أصلا للصيام، وإنما يطعم مكان كل يوم مسكين، كالمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، وكالرجل الكبير والمرأة العجوزة اللذين لا يستطيعان الصيام. فالحامل والمرضع قالوا يفطر ويطعم مكان كل يوم شنو يا جماعة مسكين، وده الصحيح، ده الصحيح، لأنه ده العلو الدليل كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه بذلك، لأنه يدخل فيها الحامل والمرضع وهم عليهم فدية طعام مسكين، ما عليهم قضاء صيام أصلا. وأيضا أفتى بذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأفتى بذلك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. طيب، وده كتاب أرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكر أدلة عجيبة من أقوال الصحابة والسلف في هذه المسألة، أنا أقرأ لكم سريع لأن هذه مسألة كثر فيها النزاع والنقاش والكلام. الأثر ودي كلها آثار صحيحة صححها الشيخ رحمه الله تعالى. الأثر الأول عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال أي ابن عباس: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. يعني عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنهما، قال الحامل والمرضع لو إذا أفطروا في رمضان عليهم يطعموا مكان كل يوم مسكين وما عليهم يقضوا الصوم أصلا، الأفطروا في رمضان ده ما عليهم قضاء. قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفي رواية عن ابن عباس، في رواية له بالسند المذكور عن ابن عباس، أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا، طلع ابن عباس شاف أم ولد له حامل أو كانت مرضع، فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، لأن ربنا قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عليك، قال لي أنت بمنزلة الذي لا يطيق يعني الصيام ما صوم، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وزاد في رواية أخرى بلفظ أنت، أو جاءت بلفظ في رواية أخرى: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء
وليس عليك القضاء. الجزاء يعني إطعام مكان كل يوم شنو مسكين، وما عليك القضاء، ما عليك تقضي الصيام، ما عليك تصوم. وقال الدارقطني إسناده صحيح. طيب، وعن عبيد الله عن نافع قال كانت بنت لابن عمر رضي الله عنهما تحت رجل من قريش، وكانت حاملا. بنت ابن عمر دي كان متزوج راجل من قبيلة قريش، وكانت بنت ابن عمر حامل، فأصابها عطش في رمضان، يعني كانت حامل وكانت صايم في رمضان وعطش، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، يعني ما عليها برضو الصيام والقضاء بعد رمضان، إنما عليها تفطر في رمضان وتطعم مكان كل يوم مسكين. إذن دي فتوى ابن عباس وفتوى منها يا جماعة عبد الله بن عمر رضي الله عنه مجمعين. وأيضا نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيره عن سعيد بن المسيب، برضو دي كانت فتوى سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب، الحكم الرابع المسافر. الحكم الرابع المسافر، والمسافر جاء حكمه في القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني المريض والمسافر إذا أفطروا عليهم يقضوا الأيام دي بعد رمضان. وحتى جماعة صاحب الأجر اللي بيسافر أو الزول اللي بيكون ساق له شاحنة أو تريلا، يعني غالب السنة بيسافر ده، إذا أفطر في رمضان عليه يقضي، حتى لو قال يا أخي أنا ما ولا يوم ما قاعد أخلي السفر، سنتي كلها بسافر. ربما يكون في ناس كده، العلماء قالوا عليه برضو لازم يقضي، واجب عليه الصيام، لأنه ربنا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لازم يقضي أيام الأفطار في رمضان. لكن قالوا المكون مسافر السنة كلها ده ممكن يختار أيام القضاء في فصل شنو الشتاء أو الخريف، تكون أخف له ويصوم ما في مشكلة، لكن ما يترك الصيام. طيب، المسافر ذاته أفضل له شنو؟ مسافر في رمضان، هل الأفضل له أن يفطر ولا الأفضل له أن يصوم وهو مسافر؟ ذهب بعض علمائنا رحمهم الله إلى أنه الأيسر له هو الأفضل له، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في كتاب مجال شهر رمضان، قال الأيسر له هو الأفضل له. واستدل بحديث صحيح في السنة إنه الصحابة قالوا كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا المفطر ومنا الصائم، فلم يعب المفطر على الصائم شيئا ولم يعب الصائم على المفطر شيئا. فبعض الصحابة كانوا يصوموا مسافرين إذا كان يستطيع عنده قوة وما بيجد مشقة، وبعضهم كان يفطروا إذا وجد مشقة. أما حديث ليس من البر الصيام في السفر، ده لمن كانت حاله كحال من قيل فيه هذا الحديث، حديث ما عنده قصة إنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في رمضان في النهار قد ظلل عليه، جماعة واقفين فوق راسه لحد ما عملوا له ظل بكثرة الناس، هو واقع في الوطا غمران. قال ما له؟ قالوا صائم مسافر. المسافر وصائم، فقام تعب وغمر وقع أغمي عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. يبقى الإنسان المسافر وبيهلك أو يتعب أو يمرض، ده ما من البر ذاته إنه يصوم. لكن الشيخ الألباني عنده رأي ثاني رحمه الله تعالى،
ذكروا في السلسلة الصحيحة. وقال الأفضل للمسافر مطلقا هو الإفطار، يعني ده خلاصة كلامه، الأفضل للمسافر مطلقا هو الإفطار. الأفضل ليه؟ ولو صام ربنا بيقبل منه إذا ما بيشق عليه وكده، لكن قال الأفضل حتى لو ما بيشق عليه ذاته هو في نفسه الأفضل له يفطر. واستدل بحديث أبي هريرة وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وكذا النسائي وغيرهما من رواية أبي هريرة قال: قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام وهو بمر الظهران، ومر الظهران منطقة بقرب مكة لكن خارج مكة، يعني كانوا في سفر وفي رمضان وفي سفر وفي صيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام جابوا له طعام. فقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أدنوا فكلا، يعني قال لهم تعالوا دنقروا وكلوا أو أجلسوا وكلوا. فقالا أي أبو بكر وعمر: إنا صائمان، نحن صائمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا عليهما قال: ارحلوا لصاحبيكم، احملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا. فاضطروا طالما مسافرين، فاضطروا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الألباني: ففي قوله صلى الله عليه وسلم ارحلوا لصاحبيكم وأحملوا لصاحبيكم فيه الإنكار عليهما. يعني شنو ارحلوا لصاحبيكم واحملوا لصاحبيكم؟ يعني إذا إنتوا صمتوا ومسافرين هتكلفوا الناس أصحابكم ديل المشقة والتعب، كيف؟ لأنه لو دارين يرحلوا لكم رواحلكم ويسرجوا على السرج، إنتوا صايمين تعبانين ومع السفر كمان برضو تعب زيادة، هتكلفوا الناس مشقة يرحلوا لكم الرواحل بتاعتكم ويسرجوا عليكم وخدتوا فيها السروج والأشياء ومتاعكم، ويحملوا لكم أشياءكم لأنكم متعبكم الصيام ومتعبكم شنو؟ السفر. عشان كده قال لهم أفضل لكم تاكلوا تفطروا عشان ما تعملوا مشقة لأصحابكم في السفر. وأيضا استدل الشيخ الألباني بأثر لابن عمر موقوف عليه وهو صحيح، قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تصم في السفر، فإنك إن صمت في السفر وأكل أصحابك قالوا أقسموا له، واعملوا أو ارحلوا له، يعني أي حاجة يعملوها حتتعبهم، يقسموا لك ويسووا لك ويعتلوا لك ويشيلوا لك. عشان كده قال لا تصم في شنو؟ في السفر. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يعني ده من باب شنو يا جماعة؟ التفضيل، من باب التفضيل، الأفضل للمسافر أن يفطر. مسألة مهمة في مسألة حكم المسافر مع الصيام. المسافر ده إذا اختار أنه يفطر في حالة السفر وهو الأفضل زي ما ذكرنا بالأدلة، 200 يأكل، 200 يفطر أو يشرب، 200، هل زي ما بيقولوا كثير إنه بعد ما يطلع من الأبنية بتاعت البلد أو المدينة حقته، يعني زي القصر، يعني القصر قصر الصلاة في السفر ما بيكون إلا بعد ما تطلع من شنو؟ من الأبنية بتاعت مدينتك. فهل الصيام مثله ما تفطر إلا بعد ما تطلع من الأبنية؟ الجواب لا، لأحاديث صحيحة. يعني حتى لو أفتى بعضهم بغير ذلك فإن السنة مقدمة على قول أي أحد كائنا من كان، لأنها قول النبي عليه الصلاة والسلام. ألف الشيخ الألباني في ذلك رسالة كاملة، كتاب صغير كامل في نصرة هذه المسألة، وأتى بحديثين أو بأثرين عن الصحابة وآثار أخرى عضدت هذين الأثرين. الأول رواه الترمذي بإسناد صحيح من رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه،
عن محمد بن كعب قال أتيت إلى أنس بن مالك وهو يريد سفرا في رمضان، وكان في الصباح يريد سفرا أنس بن مالك في رمضان في الصباح، يعني بعد ما الفجر طلع ودخل وقت الإمساك وقت الصيام. قال وقد رحلت رواحله ولبس ثياب السفر، ده أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ولبس ثياب السفر. قال فدعا بطعامه فأكل جوا بيته قبل ما يطلع ذاته جوا بيته فأكل. فقال محمد بن كعب فقلت يا أنس سنة؟ قال سنة. قال نعم سنة. ثم ركب وارتحل. والصحابي لما يقول هذا الأمر سنة معناته ده من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يكذبون رضي الله عنهم أجمعين. الأثر الثاني رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية جعفر ابن جبر قال كنت مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، وأبو بصرة الغفاري صحابي. قال كنت معه في سفينة من فسطاط، راكب معه السفينة، ولما يخرج من مساكن أو معالم المدينة بعد يدور راكبين السفينة والسفينة لسه ما طلعت من مدينتهم أو من منطقتهم لسه، في رمضان كان الكلام. قال فدعا بصفرته يعني الطعام، فقلت له ألا ترى البيوت؟ أنت ما شايف البيوت؟ يعني كأنه فاهم جعفر بن جبر رحمه الله إنه الأكل والإفطار للمسافر ما بيكون إلا بعد ما يطلع من شنو؟ من البيوت بتاعت المدينة. فقلت له أولست ترى البيوت؟ قال أراها، يعني أنا شايفها. فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قال فأكل ثم ارتحل. فدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في تنبيهات أخيرة. واحد، الذي لا يصلي ويصوم. في بعض الناس الواحد ما بصلي، والصلاة دي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام ده الركن الرابع أو الخامس حسب الروايات في الحديث. المهم فما بيصلي، يقول لك لا أنا صايم، وده طبعا صايم عادة لأنه لقى حبوبتهم وكذا صايمين وصايم، بس يعني خايف لو أكل بيشاكلوه. فده ده دفع الباطل، ولا يقبل الله صيامه لأنه تارك الصلاة كافر ما مسلم أصلا، والكافر الله ما بيقبل منه عمل أصلا. لكن ما بنقول له خلي الصيام، زي ما بيقول لبعض الشيوخ الجهلة يقول له لا لا ما تصوم، هو ما بصلي، يقول له تبي تصلي يعني ما تصوم، فيكون خلى يترك الصيام وخلى يترك شنو؟ الصلاة. لا نحن نقول أنت صايم يا سلام يا أخي يمكن دي علامة خير، لكن لازم تصلي عشان تبقى مسلم وربنا يقبل منك الصيام وباقي العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. التنبيه الثاني الإفطار الجماعي. وطبعا الآن يعني الحكومة أصدرت قرار إنه الناس يتركوا صلاة الجماعة في المسجد، وأصلنا للكلام ده، وإنه الأمر ده جائز إذا كان في ضرر للمسلمين، وذكرنا أدلة وردينا على ديك العدة وغيره. طيب فالإفطار الجماعي ده جماعة ما هو أهم من الصلاة في المسجد؟ إذا كان الناس تركوا الصلاة في المسجد خشية هذا المرض وهذا الضرر، من باب أولى وأحرى إنه يتركوا شنو جماعة التجمع في الإفطار الجماعي خشية الضرر وخشية هذا الوباء. وده من الأخذ بالأسباب يا جماعة، والأخذ بالأسباب ده من التوكل ذاته، لأنه في ناس الواحد فاهم التوكل بالقلبة غلط، يقول لك أنا متوكل وتلقى يمشي يخوت يدينه في النار، لا ده ما صح. الزول من التوكل أن تفعل الأسباب، ده من التوكل. طيب فربنا سبحانه وتعالى بيديك أجر الصلاة في المسجد في الجماعة إذا صليت في البيت دفعا للضرر عن نفسك وعن الآخرين، وكذلك يديك أجر الإفطار
للمساكين ولعابري السبيل والمارين بالشوارع، طالما انت كنت بتسوي، والان تركت طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعة للحاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لك ما أخذت لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. أنت بتأخذ أجرك كامل، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تنبيه الأخير، التراويح. التراويح برضو تترك، زول يصليها في بيته، يجوز تصليها في بيتك ويجوز تصليها جماعة مع أهل بيتك، لكن ما تمشي تلم ناس تاني، ناس العلة تصليهم في البيت، تكون ما عملت أي حاجة، إنها بقت لمة، لكن ناس بيتك أصلا القاعدين أصلا في البيت، زوجتك وأولادك وبناتك صلي معاهم، ما في مشكلة، يجوز تأمهم وتصلي بهم التراويح. أو لو ما بزول في البيت يجوز تصلي براك التراويح. التراويح ناس بيسألوا من عددها، عددها الأفضل 11 بيوتر، يعني غير العشاء، الافضل التراويح 11 او 13، لانه الاثنين دول وردوا عن النبي عليه الصلاه والسلام. ورد عدد ال 13 ركعه في حديث عبد الله بن عباس، ورد عدد ال 11 ركعه في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، ورضي الله عنهم اجمعين. صلى ركعتين ركعتين زي اللي بيصليها في المسجد. وانبه هنا لبدعه بيعملوها في المساجد زي بتاعت الصوفيه، كانوا بيعملوا بين كل اربع ركعات أذكار ما أنزل الله بها من سلطان. وواحدين كمان يعملوا قرآن، وصح القرآن وده كلام ربنا، لكن ما كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة إنه كان بيقروا بين كل أربع ركعات آيات من القرآن أو سور من القرآن، سورة غلو الله أحد، واحدين يقروا الفلق، واحدين يقروا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ده كله ما صحيح يا جماعة، ده ما محله هنا، لأنه سمي التراويح لأنه كان بيرتاحوا بين كل أربع ركعات، ما كان بيقروا فيها حاجة. هذا شغل تعصبية وهم ساكت. صوفية ده أي باب من أبواب العبادة دخلوا في بدع ومنكر ومحدثات ما قال ربنا ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي تمشي المغابر عندك زول مات ليك يطمم بطنك ذاته. واحد يقول لك الإخلاص 11 مرة، منو قال بيقروها هنا؟ ما صح. واحد يقول لك ياسين ياسين، ما صح يقروها هنا، صح قرآن لكن الرسول ما كان بيقرأ هنا. لازم تفهم الكلام ده. أو واحد ثاني الختمية دي كمان يقول لك بتاعت عطرا مفخمة فخم راسكم، ده ما من الدين ولا عنده علاقة. بتقعد تمدح يا زول مات انت قاعد تغني بدل ما تحزن، هذا كله ما صحيح. ولك البراق، براق بتاع شو، وعندهم في عقيدة فاسدة، بيقول اللي بيقربوا البراق ولا بتاعهم ده يقول لك ما بيعذب وربنا بيغفر له، كذب كذب ده. وده نجر محمد عثمان المرغني من مخه ساكت، ما عنده علاقة بالدين الكلام ده، ولا الطريقة الختمية ولا التجانية ولا الركينية ولا غيرها عنده علاقة بالدين الإسلامي الصحيح. دي كلها طرق باطلة ومبتدعة، والكلام اللي بيقولوا لكم ده كله باطل، ما عنده أي أساس بالدين ابتداء من التوحيد. تعال بعداك باقي أنواع العبادات. فيجوز تصلي التراويح في البيت، ويجوز تصلي إن شاء الله ركعتين أو أربعة، بس بين كل ركعتين تسلم، بعد كل ركعتين تسلم. أو كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي اربعه مع بعض ملصق مع بعض، بعد ذاك يسلم ثاني، بعد ذاك يصلي الاربعه ملصق ويسلم، لكن ركعتين 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 هي كانت السنه الغالبه على النبي عليه الصلاه والسلام. وصلي ما شئت، حتى لو قدرت تزيد من 13 ما في مشكله، لكن الافضل 11 او شنو يا جماعه 13. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.